أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وآخر حواراتنا معاكم في هذا الصباح. يمكن أعلنت رسميا منظمة التعاون الإسلامي فوز مدينة القاهرة عاصمة للسياحة لدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026، وده خلال أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة والتي تعقد حاليا بدولة أوزبكستان. يمكن القاهرة التاريخية هي رمز للثقافة ومنارة للحضارة وإشعاع الحضاري على مر العصور، بتضم ثقافات وحضارات متعددة وأيضا ديانات مختلفة. يمكن ملف الترشيحات اعتمد على مسارات ثقافية وتاريخية وروحانية، هنتكلم فيها مع ضيفنا النهاردة. وعايزين نقول كمان ان منظمة الاسيسكو كانت اختارت القاهرة ايضا من 4 سنين كعاصمة للثقافة الاسلامية، فده يدل ويعكس ثقل القاهرة التاريخية. ضيفنا النهاردة الاستاذ حسام زيدان الباحث في الاثار الاسلامية. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور يا فندم. يعني بداية استاذ حسام، يعني اهمية فوز القاهرة كعاصمة سياحية ودلالة ده وانعكاسها، وازاي ان احنا ممكن نستغل ده في الايام القادمة للترويج للسياحة؟ هو بدء ذي بدء، هي العاصمة يعني القاهرة ما تفوزش ليه؟ ده القاهرة اكتر عاصمة مؤهلة للفوز في العالم كله. احنا بنمتلك كم ثقافي او تنوع ثقافي اثري في القاهره، مش بنتكلم عن القاهره التاريخيه فقط ولكن بنتكلم عن القاهره ككل، حتى لغايه العاصمه الاداريه. يعني اللي قدم الملف السنه دي الحقيقه يعني بنحييه ان هو نوع تنويع يعني جديد تماما. احنا مقدمين حوالي 6 أو 7 مسارات، منهم حتى مسار الأكل الشعبي والمناطق الأكلات اللي ممكن تستمتع بيها في القاهرة. فأهمية ده احنا بنتكلم عن 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، و57 دولة منهم دول عربية ومنهم دول أوروبية ومنهم دول في الشرق ومنهم دول في الغرب، وكلها عندها اهتمام مش فقط بال يعني يمكن اسم المنظمة شوية بيميل بينا ناحية الآثار الإسلامية، لا هم عندهم اهتمام بكل أنواع الثقافة، لأن من أهداف المنظمة هو رفع الوعي الثقافي عند الشعوب بشكل عام، مما الوعي الثقافي والوعي الفني وغيره وغيره من أنواع التوعية، مما يقلل من أو يزيد من روابط السلام والاستقرار وغيره وغيره في ما يسمى بالدول الإسلامية. طيب لو قلنا كيف فازت القاهرة من خلال اشتراطات معينة، ويعني ملف حضرتك قلت يعني احنا بنحيي اللي قام بإعداده وتحضيره وفقا لشروط أو معايير معينة تم النظر إليها؟ يعني الحقيقة ان الملف اللي اتقدم كان شوية انا حسيت ان هو فيه ابتكار الى حد ما. الاول هو قدم العاصمة الادارية الجديدة، احنا يعني صرفنا بقى وعملنا عاصمة وبدأنا نستفيد. يعني من ضمن المسارات كانت العاصمة الادارية الجديدة بما تحويه من منشآت ووسائل ترفيه وغير وغيره، ده كان نقطة قوة في الملف. ثم المسارات اللي بتتميز بيها القاهرة زي القاهرة التاريخية، المسار الثقافي بتاعنا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، منطقة الجمالية، منطقة الدرب الأحمر اللي تم ترميمها في الوقت القريب الأخير دوت، على رأسها مثلا لسه مفتتحين جامع الطنبوغة المرداني اللي بيكمل المسار الأثري لمنطقة الدرب الأحمر، طبعا شارع المعز. المتاحف، عندنا عدد من المتاحف دلوقتي في القاهرة يعني الحقيقة متكامل بشكل كبير جدا. متحف المصري الكبير، عندنا معابد وأسبلة ويعني الأهرامات كمان. هو ومنطقة القضية سهارة. القضية مش بص حكي التسمية، لقب عاصمة السياحة. السياحة ليست فقط معالم وإنما خدمات حول المعالم، هي دي القضية. احنا عندنا معالم بس كانت المعالم دي الخدمات حواليها ليست مكتملة بالشكل الكافي. يعني منطقة زي الأهرامات، يعني الخدمات حضرتك خدمات هي يعني بتمثل ايه؟ يعني خدمات دي يعني مثلا منطقة الهرم، انا وديتك هناك ومفيش تويليت ومفيش محل تشتري منه ومفيش شباك تذاكر يدخلك بسرعة، هيبقى الخدمة متواضعة فهتبقى الزيارة مش احسن حاجة. وديتك شارع المعز،
مفيش امن بشكل قوي، مفيش ترتيب للزياره بشكل قوي، بتقطع التذكره بصعوبه مثلا في مصاعف، يبقى هتبقى الزياره مش احسن حاجه. فالقضيه ليست في المعلم فقط، وانما القضيه في الخدمات المحيطه بالمعالم، وده اللي اتحسن في مصر في الفتره الاخيره بشهاده الجميع. يعني احنا عندنا مثلا موضوع قطع التذاكر بالفيزا، احنا كنا في الاول يعني شويه متخوفين، لكن فوجئنا ان هو او يعني مع التجربه والتحسين والتعديل اصبحت حاجه جيده جدا، وبتيسر الزياره على السائح بشكل كبير. فمش بس ان المعلم الاثري موجود، ولكن الخدمات المحيطه به. يعني النهارده بمترو الانفاق زائد ال ار تي انا بقدر أن يعني اتنقل من العاصمه الاداريه الجديده لغايه يعني تقريبا ان شاء الله لما يتفتح الخط الرابع لغايه الاهرامات، لغايه المتحف المصري الكبير. بقى عندي المتحف المصري الكبير مربوط بالمتحف المصري في التحرير، مربوط بمتحف الحضاره في الفسطاط. ده يسهل برنامج الزياره لاي سائح، حتى اللي هي سياحه اليوم الواحد. اليوم الواحد يعني. ما انا بقول لك عاصمه السياحه وليست العاصمه الثقافيه، العاصمه الثقافيه دي احنا بلا منازع نفوز طبعا، ما فيش كلام. اما عاصمه السياحه ان انا داخل القلعه مثلا فتره من الفترات قبل كده يعني ما فيش كوبايه ميه مثلا، يعني او ما فيش مكان بعرف اشتري منه ازازه ميه، دلوقتي لا بخش بقدر اقعد فتره كبيره جوه، لان بقى عندي كافيه وبقى عندي مكان اشتري منه وبقى عندي مكان اقعد، فاصبح في شويه ترفيه جنب الجانب الثقافي. وفي حوض كمان للتعامل مع السائح بقى من خلال تدريب الكوادر اللي ممكن انها تتعامل مع السائح وتقدم له الخدمات. هو مش موضوع كود وبس، هو طبعا كود موجود وطبعا كله ده كلام جميل، لكن انا ليا تجارب شخصيه. سرعه الاستجابه بمعنى ايه؟ ان لما بيكون في شكوى الشكاوى لن تنقطع، حتى انا لو دربت الراجل بتاع السياحه ده اعلى تدريب ممكن، لازم هتحصل غلطه. فالمشكله مش ان الغلطه تحصل، ولكن المشكله ان التدارك بتاعها يكون سريع، وده اللي انا لاحظته في الفتره الاخيره، ان لما بيكون في شكوى بيكون حلها سريع جدا وبيتم تداركها بشكل يعني اسرع من زمان بكتير. فده بيخلي السائح او الزائر، ما بتكلمش على السائح اللي هو الاجنبي فقط، بتكلم كمان على الزائر المصري العادي، بيخليه عنده قابليه اكتر انه يزور المتحف. يعني كان ليا تجربه مع احد المتاحف في القاهره، متحف الفن الاسلامي والمتاحف الكبرى، يعني بمناسبه الكلام عن منظمه التعاون الاسلامي، رحنا في يوم المتاحف العالمي وكان المتحف بيستقبل عدد كبير جدا من الزوار، كانوا موفرين عدد ضخم من الناس بتشرح، عدد كبير من الناس بتعمل ورش للأطفال، كان اليوم رائع للغاية ومجانا. هو ده اللي أنا بتكلم عنه، الخدمات. المتحف موجود، القطع الأثرية موجودة، الخدمات المحيطة. لما تروحي متحف إن شاء الله يعني المتحف مصر الكبير، مش عارف حضرتك زرتيه ولا لأ، لا للأسف، تتبسطي جدا رغم المتحف لسه ما افتتحش. يعني كل اللي افتتح ايه؟ اللي هي البهو، حاجه بنسميها البهو العظيم اللي فيه تمثال الملك رمسيس وخمس قطع اخرى كبرى والدرج العظيم، بس ده اللي افتتح، اثار قطع حجرية، ولكن الخدمات المحيطة والشو بتاع توت عنخ آمون ومنطقة الخدمات، الخدمات اللي هي الترفيهية اللي هو محتاجها الأسرة ومحتاجها السائح ان هو يجي، ان انا احول ان الطفل يبقى حابب. انت تخيل حضرتك واخدة ابنك معاكي ومعاكي حد بيشرح لك تمثال الملك رمسيس بس وخلاص، هو يفضل كل شوية ماما انا عايز اكل، عايز اشرب، عايز اقعد في مكان، عايز، هو ده المطلوب. ده اللي توفر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخصوصا في المتاحف الجديدة زي المتحف الكبير وزي متحف الحضارة. عندنا منطقة خدمات محترمة جدا، بنقدر على فكرة من قبل ما تقطع التذكرة، يعني عندك منطقة خدمات قبل ما تخش خالص المنطقة الأثرية، تقدري تقعدي على كافيه وتشوفي عين الصيرة. ما دي من الحاجات اللي أهلت، هو اللي عمل الملف حاطط إيه؟ عين الصيرة، منطقة خدمات المتحف الكبير. لو شفنا قبل وبعد الصورة طبعا واضحة جدا ومختلفة، يعني بشكل كبير جدا. متحف الحضارة قبل تجهيز بحيرة عين الحياة أو عين الصيرة ما كانش حد يقدر يعدي من جنبه أصلا، وتجهيز المنطقة المحيطة بيه. احنا شايفين نقلة في التطور وتطوير، جهود كبيرة جدا بتقوم بيها الدولة لتطوير المناطق الأثرية وخاصة القديمة، يعني الجوامع زي حضرتك ما ذكرت من شوية، شارع المعز، فشايفين مجهودات كبيرة جدا. ده ازاي ان هو ممكن يساهم في ترويج السياحة وجذب السائح على الزيارة من خلال برنامج لو وزارة السياحة أعدته؟ هو الحقيقة ان كل افتتاح جديد بيمثل نقطة
جذب سياحي جديد. يعني مثلا احنا على سبيل المثال افتتحنا جامع السنه اللي فاتت، جامع الظاهر بيبرس البندقداري في منطقه الظاهر، تمام؟ ده نقطه جذب لكل اوزبكستان بقى، لان هم بيعتبروا ان الظاهر بايبرس هو جدهم الاكبر، فيبقى عندي سياحه. افتتحنا جامع الطنبغه المرداني، فهتلاقي ناس حابة تزور هذا المكان. افتتحنا مسار الدرب الأحمر، فتلاقي ناس حابة تزور المكان. جهزنا منطقة الأهرامات، فأصبحت تجربة الزيارة أحسن، فتلاقي ناس عايزة تكرر الزيارة. متخيل أن المفروض يعني إن شاء الله بعد ما نخلص تماما مرحلة تطوير الأهرامات، أنك هتعرفي تزور الأهرامات في الصيف. إحنا عندنا الأهرامات دايما زيارة إيه؟ شتوية، صح كده؟ لا، إحنا ممكن نزورها في الصيف بقى. ليه؟ هيبقى عندي أتوبيسات مكيفة بتلف بيكي جوه المنطقة، فأصبح التجربة حلوة حتى بالنسبة للأطفال. فالقضية تاني هي قضية خدمات أكتر مما هي إن أنا عندي معالم. المعالم موجودة وموجودة من زمان، إن شاء الله بإذن الله تفضل موجودة على طول. العناية الشديدة بدقة الترميم عامل مهم جدا في الجذب. يعني الملحوظ في بعد استمرارية الصيانة والحفاظ عليه دي حاجة أهم كده، عامل مهم جدا. يعني مثلا ملحوظ في افتتاح جامع الطنبوغة المرداني، كل اللي راح أشاد بشكل كبير بدقة الترميم والتفاصيل اللي اكتشفوها هناك، اكتشافات كتير حصلت في الجامع. جامع فيه، لا جامع فيه ايه بقى، فيه عمود عليه صليب، وعمود عليه هيروغليفي، وعمود عليه مصر قديم، وعمود عليه كذا. ده بيعمل حكاية للمكان، خلي الناس عايز تيجي وعايزه تتفرج. فدايما لما نعتني بالاثر كترميم، كصيانه زي ما حضرتك قلتي، كخدمات بقى محيطه. يعني في الترميم الاخير في الدرب الاحمر، معلش انا اتكلمت كتير على الدرب الاحمر بس حاجات مهمه جدا، اعتنوا بالمجتمع المحيط. يعني حتى المطعم القريب عملوا له ستايل شبه المسار. الناس بيعلموا حتى المباني والمباني وغيره. نعم. فده بيخلق الشغل الاخير اللي في شارع المعز، المباني كلها تم تجهيزها بنفس لون وشكل المباني الاثريه، فده بيخلي البانوراما الاثر احسن، الزياره بتبقى احسن، التجربه بتاعت الزياره بتكون احسن. فهي القصه فوز القاهره بعاصمه السياحه ل 57 دوله 2026، ده لقب لا يستهان به. استغلاله لازم بقى نستغله على قد ما نقدر. يعني دعاية من هنا ل 26، احنا عاصمة السياحة يا جماعة، تعالوا عندنا ونحاول نعرض المنتج السياحي بتاعنا بأفضل صورة ممكنة. غير ان احنا كنا عاصمة الثقافة الإسلامية كمان. ده حاجة تانية، احنا عاصمة الثقافة دي احنا ناخدها بجدارة. زي ما ناخد يعني دوري الأبطال بسهولة كده، احنا ناخد دي بسهولة جدا، يعني ما عندناش مشكلة فيها. هو الكلام طبعا مع حضرتك ممتع جدا وشيق، وأكيد ده إدى للسادة المشاهدين إنهم يزوروا مسار الدرب الأحمر وبعض الجوامع اللي حضرتك ذكرتها مهمة جدا. احنا في النهاية بنشكر الأستاذ حسام زيدان الباحث في الآثار الإسلامية، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الصباح. ومع مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديد لكم منا جميعا، كل التحية، إلى اللقاء.